الوضعيه الحاليه كيف ما كيعرف الجميع وكيف ما كيعرف الجمهور الرجاوي، كانت استقاله جماعيه ليله امس في الاجتماع اللي كان منعقد ديال المكتب المديري. الاستقاله اللي كان من المفروض كان خاصها تكون، والفشل اللي فشل المكتب هذا كان كيحتم انهم يقدموا الاستقاله ديالهم. جميع الوعود اللي نادى بها السيد الرئيس انيس محفوظ ما كان منها والو. دونك هنا الاستقاله في محلها، والفشل كيف ما كنقولوا الفشل ماشي عيب، غير هو الانسان يكون 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 عنده مبادئ. فشلتي تخرج تقولها للجمهور، حيت الجمهور ديال نادي الرجاء الرياضي ماشي جمهور بليد. الجمهور ديال نادي الرجاء الرياضي جمهور كبير وكيفهم في الكره وعارف التاريخ ديال نادي الرجاء الرياضي، والحب ديالو كيخليه غير على هذه الفرقه هذه. كنوصلوا شي مسائل اللي ما كانش خاصنا نوصلوا لها. بالنسبه للمداخل ديال مالونغو سفيان رحيمي، انا هنا ما نقدرش نعطيك شي حوايج، اللي انا ديك الساعه ما كنتش منخرط، وما نقدرش نجاوبك علاش ما كنتش منخرط وما عنديش لانفو اللي غنفيدك بها. كاينين شي ناس لا كانوا بصح، سامحهم الله. شوف نادي الرجاء الرياضي خصو يتخلص من بعض الناس اللي كيريبوا ما كيبنيوش. حسابات الشخصيه بارك علينا من هادشي، المصلحه الشخصيه على مصلحه الفريق بارك علينا من هادشي. راك شوف راك ليتو من الرجاء وعشتو من الرجاء، الله يجعل شي بركه باركة حاليا انك تو كتموتوا على هذه الفرقه وكتبغيوا هذا الفريق اللي كيف ما كنقول راه عنده مرجعيه كبيره. نادي عالمي، نادي عالمي، ديبلاسينا خارج المغرب والناس كيحترموا هذه الفرقه هذه، وناس اللي كندوي مع الدري صحابي خارج المغرب تقول لي حشومه هذا الفريق كيتخبط في هذا الشيء وكيتخبط في هذه المسائل اللي لا داعي اننا نعيشوا هذه الظروف وهذه الامور هذه. دونك هنا غنعاود نوجه الرساله ديالي لمؤسسه المنخرط، الاخوان ديالي المنخرطين بدون استثناء، راه كلهم، شوف انا نعطيكم واحد المساله، راه كلهم رجاويين. انا الجمهور كان ما ماشي غير لوم الجمهور، الجمهور من حقه، الجمهور باغي النتيجه، حيت الجمهور اللي عارفوا ان 95 منخرط هما اللي صوتوا على انيس، راه من حق الجمهور يتقلق. هذه ما شوف من حق الجمهور يتقلق، ولكن كنبغي نقول للجمهور والله قسما بالله كاين رجاويين كيموتوا على الرجاء في مؤسسه المنخرط، وباغيين يمشيو بعيد بهذه الفرقه هذه وكيموتوا على هذه الفرقه، سواء كيعاونوا الفرقه سواء ماديا ولا معنويا. كاين ناس كيديروا شي حوايج في الخفاء والله ما كنعرفوهم، كيديروا شي حوايج في نادي الرجاء الرياضي ما كنعرفوهمش. كنشكرهم من هذا المنبر هذا، والله يجازيكم بخير. لموا الشمل فريق الرجاء البيضاوي حاليا ما محتاج لحتى شي حاجه من غير لم الشمل، حيت غير شوف معايا، احنا في الاختلافات وفي الصراعات ونادي الرجاء الرياضي كيلعب على الالقاب. تخيل معايا نادي الرجاء الرياضي جميع المكونين ديالو تصافاش ودارت يد في يد، كي غنوليو حنا في عز الازمات ودينا القان؟ ما يجيش واحد يقول لي فرق اخرى كديروا، هذا راه في 10 سنين الاخرى توجدوا الارقام اكثر من شي فرق اخرين، باش نكونوا واضحين. نادي الرجاء الرياضي راه شي معروف عليه توجدوا الارقام اكثر من اي فريق في المغرب، سواء حنا غنديو الالقاب القاريه في عز الازمات دينا القاب، ودينا واحد اللقب اللي كان عزيز على الشعب المغربي اللي كيحمل اسم الملك ديالنا نصر الله، اسم محمد السادس الله يطول في عمره، لقب اللي كان غالي، ولقب اللي خلى نادي الرجاء الرياضي توصل واحد الرساله. انا غنقول شعر ماشي رساله، نادي الرجاء الرياضي فريق يقتدى به. راه ما ساهلاش هاد القضيه هادي، راه ما ساهلاش، راه الانسان يجلس مع راسو ويتمعن في الرساله هادي ويجلس غيبقى يسمعها، فهمت، غيقول هو راسو نادي الرجاء الرياضي فريق يقتدى به، راه ما ساهلاش. ومن عند من؟ من عند سيدنا نصره الله. دونك هنا تعرف ان نادي الرجاء الرياضي راه ماشي كباقي الفروق، مع احترامات جميع الفروق، هذا واقع، راه ماشي كنرميو الورود عليه، راه هذا واقع. هذا نادي الرجاء الرياضي راه كيبقى نادي عالمي، نادي اللي دار شي حوايج، راه نادي القاره الافريقيه وقال ما دارهمش، راه لعبنا، راه درنا ماتش في الكوب دي موند، وقال كنظن ما قلت حتى فريق في افريقيا ما دارهم، العالم كامل كيدوي على الرجاء،
اللي غنقول هو عينا من هادشي، الله يجعل شي بركه، لموا الصفوف يد في يد، حنا راه خوت، حنا راه كامل رجاويين، حتى واحد ما رجاوي على الاخر. اللي كيبغي يدير شي رجاوي على شي رجاوي اخر، انا بدا ما كنحسبوش رجاوي، كلنا رجاوي الحمد لله، وكل واحد الرجاوي ديالو كيفاش دايره، كل واحد الرجاوي ديالو كيفاش دايره. والاخوان اللي باغيين يريبوا سامحكم الله، انتقادات من اجل انتقادات، الله يجعل البركه. شوفنا عارفين دابا شنو كيدور، وعارفين شنو كاين، لموا الصفوف، ندوزوا هذه الفتره هذه على خير وبخير، ننتخبوا رئيس، نجيبوا رئيس اللي بقيمتنا ديال الرجاء الرياضي، نديروا انتدابات بقيمتنا ديال الرجاء الرياضي، نجيبوا مدرب اطار تقني بقيمتنا ديال الرجاء الرياضي، وان شاء الله ما غيكون الخير ديما رجاء. هذا نداء اخر للرئيس القادم اللي غيكون في نادي الرجاء الرياضي، او المكتب المديري اللي غيكون الموسم المقبل، اللي غير اللي خاصهم يعرفوا هو انهم ملي بغيو يجيو للرجاء يعرفوا راسهم فين جايين، يعرفوا راسهم فين يحطوا رجليهم، حيت نادي الرجاء الرياضي له مرجعيه كبيره محليا وقاريا وعالميا. ملي يدخل نادي الرجاء الرياضي يعرف راسو فين داخل واشنو غيسير، حيت نادي الرجاء الرياضي فريق كبير ويحتاج رئيس لرئيس كبير اللي غيخلي الصوره ديالو في مركب الوازيز معلقه، يخلاه نجبدوه بالخير. راه كيف ما دازوا رؤساء سابقين خلاو الصوره ديالهم ودوزنا معهم واحد الفتره من التوهج لفتره عشت في الرجاء، احسن الفترات دازت من الرجاء، باقى الصوره ديالهم لحد الان في ملعب في مركب الوزيز، والى حد الان كنترحموا عليهم وكنذكرهم غير بالخير. اللي كنتمنى من الرئيس الجاي هو يخلي سميتو نقيه وسط من الجماهير ديال نادي الرجاء الرياضي ومن وسط مركب الوزيز، حيت الى نجح هذا الرئيس راه هو نجح الرئيس، نجحت الرجاء عفوا، راه الرئيس كينجح، والى فشل الرئيس راه نادي الرجاء الرياضي كيفشل. وانا غنقول واحد، غنقول واحد القضيه للسي انيس محفوظ، كنتي غتكون انت وقيلا هو اكثر رئيس كان غيكون محظوظ وقيلا في تاريخ نادي الرجاء الرياضي. علاش؟ جاتك مقابله كونتر الاهلي، كون دسي تاهلتي غتسمى دسي مع نادي الاهلي، مع نادي القرن، تقصيتي مع نادي القرن، هذا شفع لك من واحد الكوطي انك ان الجمهور ما تقلقش. الجمهور من بعد المقابله ديال نادي الاهلي الجمهور خرج ما حضر راسو، مشاو للمنازل ديالهم. كنت غتكون اكثر رئيس محظوظ، كنت كاليفيتي كنت غدير سميه وما كانش غيوقع هادشي. تقصيتي راك تقصيتي مع نادي القرن، وهذاك الاقصاء اللي كان مر على جميع الرجاويين الى يومنا هذا. انا بعدا ما مسروطاش ليا، وكانت ثقيله اسهل عصبه الابطال في التاريخ كنقدروا نفوزوا بها، قدر الله ما شاء فعل، وكنتمنوا نداركوا هذا الشيء، وكفانا من الصراعات، وكفانا من التخبطات، وكفانا من الحسابات الشخصيه. اللي كيبغي الرجاء يجي يدافع على الرجاء، واللي اللي مصلحته في شي حاجه اخرى سامحك الله. وحنا كمنخرطين خاصنا، هذا هو الدور ديالنا كمنخرطين، ما عندناش شي دور اخر هو الدفاع على فريق الرجاء البيضاوي. وباش ندافعوا على هذه الفرقه هذه، راه انا نداء ديالي، هذا نداء من عند خوكم ياسر القريشي لمؤسسة المنخرط، تاحدوا الله يجازيكم بخير، ديروا يد في يد، حيت الرجاء حاليا ما محتاجاش للصراعات وما محتاجاش للتخبطات، محتاجة نلموا الشمل، نجمعوا الشمل ديال هاد الفرقة هادي، نختاروا واحد لوبجيكتيف اللي هو شنو هو لوبجيكتيف ديال الرجاء، اللي هو الألقاب، اللي هو الرجاء المتعة، الرجاء العالمي، تبقى السمية ديال فريق الرجاء والتوهج ديال فريق الرجاء البيضاوي كي دائما في واحد المستوى اللي كيكون كبير كيف ما تعودنا عليه من منذ الصغر ديالنا. وهذاك الشيء اللي خلانا كنعشقوا هذا الفريق هذا، وحنا كنا كجمهور، وحنا شوف انا كندوي باسم الجمهور ديما، حيت انا ولد الشعب، انا ولد الشعب، راه تزدت في سباته في جميله جوج وكبرت في سباته، انا ولد الشعب وشجعت الرجاء من المكانه وديبلاسيت مع الرجاء. علاش كنقول بحال هكا؟ حيت الجمهور ديال نادي الرجاء الرياضي الجمهور الاغلبيه ديالو من الطبقه الفقيره، والطبقه هذه ملي كتربح الرجاء الطبقه كتكون فرحانه وكتكون ناشطه. الله يجازيكم بخير مؤسسه المنخرط، الاخوان ديالي، جميع الاخوان بدون استثناء، حيت ما عندي المشكل مع حتى شي واحد ما كيعرفوا هذا الشيء، تاحدوا ديروا يد في يد، عاونوا هذه الفرقه هذه اللي ما فيه صالح نادي الرجاء الرياضي، اللي ما فيهش صالح نادي الرجاء الرياضي ما عندنا ما نديروا به.